عقد وزير الزراعة سيد القصير اجتماعا لنشر سلالات محسنة من العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الاجتماع بحث أيضا وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربين بأسعار مناسبة وبتمويل ميسر بفائدة قدرها 5% وتبسيط وسرعة إجراءات الائتمان مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق وتوفير كافة أوجه الدعم الفني.